إلى أين الآن يقف البرلمان الليبي من النزاع الحاصل على الأرض؟ بطبيعة الحال هذا السؤال يقودنا إلى مسألة تاريخية لهذه المسألة. عندما التأم مجلس النواب الليبي بعد الانتخابات الحرة النزيهة التي شهد لها العالم في 25/6/2014، التأم هذا المجلس في أول جلساته يوم 4 أغسطس 2014 بمدينة طبرق، وكان النزاع في تلك الفترة يسود البلاد في كل مناحي البلاد وكل المناطق، في طرابلس، في الكفرة، في أوباري، في بنغازي، في درنة، في العديد من المناطق. فجاء هذا البرلمان من بدايته ليجد أزمة كبيرة أمامه، ولقد تقاطر جميع أعضاء مجلس النواب إلى طبرق وجاءوا خفافا وثقالا لكي يعبروا عن شيء واحد، وهو وحدة التراب الليبي ووحدة الوطن. نعم. منذ ذاك التاريخ والبرلمان الليبي بدأ العمل، وليبيا تعيش في أزمة سياسية، وبالتالي انطلقت هذه الأزمة وانعكست إلى أزمة عسكرية وأزمة إنسانية. رأى البرلمان في قرارات جريئة بأنه لا مناص من أن يجلس كل الفرقاء الليبيين على مائدة واحدة، مائدة مستديرة واحدة يتناقش فيها بعضهم البعض، حيث انطلق الحوار بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب المقاطعين حين ذاك في شهر سبتمبر 2014 بمدينة غدامس الليبية. منذ ذاك التاريخ كان مجلس النواب يؤمن إيمانا كاملا وجازما بأن ثقافة الحوار هي الثقافة التي يجب أن تسود بين الأشقاء وبين الأخوة، ولا ثقافة الصراع ستؤتي أكلها لتحقيق أي مكاسب للشعب الليبي. ثم زادت حدة الخلاف وحدة الصراع، وكان هناك انقسام حاد في السياسي وانقسام على جميع المستويات مؤسسات الدولة. فحيث كانت الحكومة المؤقتة الشرعية التي انبثقت عن مجلس النواب بمدينة البيضاء، وحكومة أخرى في مدينة طرابلس تحت مسمى حكومة الإنقاذ الوطني. نعم. وتحت رعاية المؤتمر الوطني آنذاك. حينها رأينا لا بد من الحوار مع بعضنا البعض، وبدأ الحوار الليبي بين في مسار الأساسي، والذي كان بين مجلس النواب الليبي المنتخب والمؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته في تلك الفترة، وبدأ هذا الحوار كمسار أساسي. ثم ذهب المسار إلى مجموعة من المسارات والمساقات الحوارية، حوار المرأة، حوار المستقلين، حوار الأحزاب، حوار الاجتماعي اللي يتعلق بالحوار القبائل الليبية، وحوار الإعلاميين. وكانت هذه المسارات كلها تصب في المسار الرئيسي، وهو مسار الحوار الرئيسي الذي دار في مدينة الصخيرات. خرجتم بنتائج إيجابية المغربية. نعم، تم الوصول إلى الاتفاق، والذي تم التوقيع عليه يوم 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات الليبية، وهو الاتفاق السياسي الليبي. وانبثق عن هذا الاتفاق ثلاث أجسام رئيسية، هي مجلس النواب وهو السلطة الشرعية والسلطة التشريعية والرقابية، وكذلك المجلس الرئاسي، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والذين يكونون رئاسة الدولة والسلطة الرئاسية، ومن ثم تنبثق تحت هذا المجلس الرئاسي الحكومة والسلطات التنفيذية التابعة للحكومة، والمجلس الأعلى للدولة المجلس، وهو ذا صفة استشارية، يقدم الاستشارات للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني. أيضا تضمن هذا الاتفاق السياسي مجموعة من المواد، وقد أفرد للجانب الأمني والجانب العسكري مجموعة من المواد ومجموعة من الملاحق، وأيضا للفصل بين السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة
القضائية. هذا بالمجمل العام أو بإيجاز عام عن الاتفاق السياسي الذي انبثق عن الحوار الليبي الذي دام تقريبا 14 شهرا.